السلام عليكم ورحمة الله. اليوم إن شاء الله رح نبتدي بدرس التركيب الجبرية. أول شيء يجب معرفة أنواع التركيب الجبرية. أنواع التركيب الجبرية تقسم إلى ثلاثة أنواع. أول شيء ما يسمى بالحدود الجبرية. الحدود الجبرية دائما بتكون عبارة عن جداء عدد بعدة متحولات، يعني مثلا 3A. هاي الثلاثة بنسميها أمثال الحد الجبري، و A هو القسم الحرفي، أو ما يسمى بثنائي الحد الجبري. ثنائي الحد الجبري أصدقائي الطلبة هو عبارة عن مجموع حدين جبريين، مجموع حدين جبريين، يعني مثلا 3X زائد 4Y. كثير الحدود الجبري أو كثيرات الحدود الجبرية هي عبارة عن مجموع ثلاثة حدود جبرية أو أكثر، يعني مثلا x مربع زائد 2x زائد 3، هذا بنسميه إيش؟ كثير حدود. أو مثلا xy زائد yx تربيع زائد y مربع x، هذا بنسميه كثير حدود. هاي هي أنواع التراكيب الجبرية. لهون شكرا لكم، يعطيكم ألف عافية.